حكي والله أعلم بغيبه وأحكامه أنه كان واحد الملك من الملوك الكبار. هذا الملك هذا عنده وزير، ذاك الوزير عنده امرأة جميلة ذات جمال وحسن وبها وكمال. واحد النهار انظرها الملك أهم بالغرام ديالها وحبها حب شديد. خمم هذا الملك هذا أشنو غادي يدير. ناض كتب واحد الورا وعيط على الوزير وقال له يا وزير غادي تسافر لبلاد الفلان الفلانية، تاخذ هذا الكتاب هذا تديه للملك الفلان الفلاني وتجيب لي رد الجواب. خدا الوزير الكتاب وسير طالب به البلاد اللي قال ليه الملك. الملك قعد حتى الليل سير طالب الدار ديال الوزير. لما وصل للدار ديال الوزير دق، حلت ليه المرأة مدات عينيها تيبان ليها الملك. إوا المرأة دهشت قبلت الأرض قدامه وسلمت. الملك دخل للدار إوا سار حتى وصل للفراش ديال الوزير هو يقعد. خمات المرأة أش جاب الملك في هاد الساعة من الليل. لا 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 عين الملك ما هيش، ولكني معليش خليه. دخلات رحبات بيه، فهمات المعنى ديالو لأنها مرأة ذكية. لقيت اللي فاش ريحت قالت له يا ملكي ونوض نوجد لك شي حاجة ما تاكل. قال لي واخا كل ما شفتي عسل. نط هاد المرأة من الذكاء ديالها جابت البيض. هاد البيض على الألوان، ها أحمر أخضر بيض. سلقات داك البيض ودارتو في طباس كل لون بوحدو وجابتو حتى طوليه. إوا قعد الملك بدات هي كتنقي ليه في البيض وتعطيه، وعطاتو البيضة الأولى نقاتها حمراء كالها، عاودت نقات ليه بيضة خضراء مداتها ليه كالها، نقات ليه بيضة مداتها ليه كالها. والملك طلع ليه الدم من البيض، هو يدور ليها قال لي اشنو هذا؟ قالت له مالو كي جاك المذاق ديالو؟ قال لي بيض بيض بحال هادي بحال هادي بحال هادي. قالت له هكاك العيالات تا هما، ها البيضه ها الكحله ها السمره ها هادي هادي، ولكني كاع عيالات عامره مره كلهم يحملوا ويحيضوا ويولدوا. الملك فهم راسو اش قال؟ والله إلا عار عليا، أش هاد العملة هادي عملت؟ وهو ينوض الملك خرج، ولكني كان لقيت اللي قعد شلت الخاتم ديالو وحطو تحت الوسادة. خرج الملك مشى، المرأة قعدت لغد ليه جا الوزير. وهم اللي وصل الوزير من البلاصة اللي كان فيها جا قعد على فراشو. المرأة دارت سيادة كتحط ليه ما ياكل ولا كذا. دار الوزير يدو تحت الوسادة تيلقى الخاتم ديال الملك. أوي هذا خاتم الملك، أش في الملك يدير هنا؟ واش جاب الملك للدار؟ الملك بينو وبين المرأة شي حاجة. ماد الوزير ما بقي عارف كي يدير، هجر المرأة خلاها. اليوم الاول الثاني الثالث الرابع الخامس دازت ايام الوزير ما بقى تيقرب للمراه. والمراه تقلقت ولات كتقول الوزير دار شي مراه اخرى دار ضره. ما تجمعت حوايجها مشات لدارو. ملي وصلت لباها قال لي با اش كاين؟ قالت له با انا وقع لي مع الوزير وقع الوزير راه هجرني وما بقاش بغاني، وانا هنا هزيت حوايجي وجيت فحالي. قال لي قضية هادي، انا غادي نمشي دابا للملك وغادي نشكي ليه الحال. ناض السيد خرج من تما جا القصر دخل على الملك قبل العرض سلم. مالك؟ وسيدي لا اله الا الله، انا عندي واحد العريصة، وهاد العريصة كانت خضراء
وكانت يا مولاي منورة وزهرة وكانت من العراسي الجيدة. ولكن يا مولاي طلبها لي الوزير، عطيتها ليه. إوا شدها الوزير ولكني قام بها غير شي يامات، ومن بعد أيون الملك هجرها، خلاها بلا حرت بلا سقي بلا والو بلا كذا، والعرسة بدات كتدبل وبدات يا مولاي كتيبس، ما باقي عرفش كي ندير معاه. دابا سيدي شكوى الله وليك. عيط الملك على الوزير، ماشي يا وزير، قلت الراجل عطيك عرسة، والعرسة كانت خضراء وكانت جيدة وكذا، وانت يا فرطتي فيها وخليتيها بلا حرت بلا سقي بلا والو بلا هادي بلا هادي. الوزير فهم، قال له يا ملك اعلم ان هاد السيدة عطاني العرسة وانا قمت بها، ولكني ايها الملك في هاد الايام الاخرى ادخلت لها ولقيت فيها الاثار ديال السبع. ايوا خافت يا مولاي من السبع لي يدير لي شي حاجة يفرسني. هو الملك تا هو فهم اويري، وقيل الخاتم ديالي تلقى، ودابا القضية كلها عليا. هو يضو لي الملك، شوف يا وزير، إلا كان السبع دخل ليها راه عاد خلو خرج، راه ما دا منها حتى حاجة، دخل ليها وعاود خرج منها بسلام، ما كاين لا هادي ولا هادي. دابا رجع للعرسة ديالك، السبع مشى بحالو وما عندك مناش خاف منه. إوا سيدي قالو إلا كان الأمر على هاد الحال، وانت عرفتي السبع مشى في حالته وما دا منها والو، أنا غادي نرجع للعرسة وغادي نعمل في هذاك الشيء اللي كنت كنعمل في الأول. قال له الله يهنيك. وخرج الوزير، وهذه هي الحكاية.